السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم الطبخ خطوة بخطوة. اليوم إن شاء الله غدا نقدم لكم الخبيزة أو البقولة بالطريقة المغربية، كتجي لذيذة بزاف وحاجة اللي سهلة، ونحاولوا أننا نستغلوا الفرصة مع حد هاد الوقيتة كتكون فيها الخبيزة. فبسم الله نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فأول شيء أنا خديت البقولة هنايا غسلتها مزيان، فأنا كنرقدها في الماء فيه الخل وكنخليها كتطلق هذاك الشيء اللي كيكون فيها، المهم كتغسل مزيان. عندي كذلك واحد 5 الفصوص ديال الثومة. بالنسبة للخبيزة أنا ما قطعتهاش، يعني قطعتها تقطع خفيف لأنني عارفة غادي تدبل كاملة. يمكن لكم انكم تقطعوها، يعني تقطع اللي كيكون بحال التقطاع ديال الكرافس. فانا هنا درتها في الكسكاس، غادي نديرها فوق البرمات فور وغنغطي الكسكاس مزيان حتى تذوب. بالنسبه للتوابل فعندي هنايا معلقه ديال التحميره، راس معلقه ديال الملحه، عندي السكنجبير، بزار، الكمون، الخرقوم البلدي، وعندي معلقه ديال الهريسه، والهريسه كتبقى اختياريه. عندي هنايا الزيتون البلدي ديال الدار، اللي بغى يدير فيها الزيتون الحمر ممكن. عندي كذلك زيت الزيتون، وعندي هنايا حامضة مصيرة صغيرة قطعتها باللب ديالها، والقزبر المعدنوس، والثومة اللي حيدتها من الخبزة بعد ما فورتها. فغادي نجيب الكوكوت اللي غادي نشف فيها هاد الخبيزه. كيف كتلاحظوا هي ملي كتفور فراه كتدبل، ما كيبقاش الكميه ديالها كامله. غادي ندير هاد التوابل فوق منها. هاد الخبيزه راه مزيانه الناس اللي عندهم فقر الدم، وهي كمقبله راه كتجي زوينه في الوقيته ديال الشتاء. غادي نضيف كذلك زيت الزيتون، فانا هنا ما درتش زيت المائده، غنخدم غير بزيت الزيتون. وغادا نضيف الزيتون ديال عفوا الحامض والربيع. بالنسبه للحامض فانا قطعته باللب ديالو، وغادا نضيف كذلك الزيتون. بالنسبه لي انا كتعجبني الخبيزه بالزيتون ديال الدار، واللي بغى يدير الزيتون الحمر ممكن حتى يطيبها ويضيفه. وغادي نضيف هاد الثومه اللي فورتها معاها من الاول. وغادي نردها تقلى حتى كتشرب مزيان وكينشف من هذاك الماء اللي كيكون فيها. كيف كتلاحظوا فانا هنايا راه نشفات من الماء، فراه واخا كنفوروها ضروري كتطلق واحد الميه. غادي نخليها حتى تنشف مزيان وغادي نقدمها، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا. كتجي الصراحه رائعه بزاف، كتجي بنينه. نقدموها هكا مع الطويجنات ولا مع الوجبات ديال الغداء ولا العشاء، فك مقبله مرافقه للاكل كتجي زوينه بزاف وفي نفس الوقت بنينه. اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم واستحسانكم، واللي اول مره يزور القناه فضلا وليس امرا يشترك ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. في امان الله وحفظه، الفيديو الوصف المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.